مريضة بالوفاة. بنصلح العجلة بالعيد وكده وبتاع، بنجهزه بنعمل الكنز زي ما انت شايف، واخد بالك عشان برضه الأطفال لما تيجي تقف في الجلة هتشوف في الشمس زي ما انت شايف حضرتك كده، بيستعدوا بنطلعهم مع بعض بنلمهم مع بعض. هو بيني وبينك الناس كلها قالت كل حاجه، احنا زي ما احنا برضه في العيد زي في العيال العاديه، ربع ساعه بخمسه جنيه. في ناس كبير اطفال وكبار وصغيرين زي ما انت شايف كده، الناس كلها فرحانه اهي بالعجل وبتاع وكده. لا في العيد بس زي ما انت شايف العيد برضه ايه كان خفيف، بس هي في العيد بس اللي بتبقى زحمه شويه. في حاجه بتقابلك بتعوضك وانت العجل وكده مثلا العجل يا ده وقعت عزك حد وقع بيتعور؟ لا لا اصل العجل خرقه هوا نفخ العجل سندات بثلاثه زي ما انت شايف، في العالم ما بيقعش من عليها سندات. لا لا ما فيش اي مشاكل الحمد لله، فضل من ربنا من ساعه ما جيت هنا ما فيش اي اصابات ولا اي حاجه. العجل بسندات اصلا ونفس بقى لي 3 4 سنين.